رئيس جمعية مجلس المهني المشترك لشعبة السيتي في ولاية حيت المشكل. انتم من اللي دمتوا اليوم؟ بالتنسيق كان هذا البيان بالتنسيق مع الكامل مع اتحاد الفلاحين وكل المهنيين والأسر الفلاحية بما بهم رؤساء الأقسام المهندسين كل الطاقم وكل الأسرة الفلاحية كيف يقول الأسرة الفلاحية من إدارتها ومهنها ونقابتها وجمعيتها وشكرا الجزائر وكلما نادانا الواجب لذلك خرجنا بالأمس القريب في الحراك المبارك أفواجا وجماعات مطالبين بالتغيير وها هي فرصتنا اليوم في ذلك عبر الاستفتاء على الدستور لنستر ما غنمنا وما حققنا لحد الساعة. يعتبر الدستور الجديد لبنة لبناء ديمقراطية حقيقية وعدلة شاملة تكفل الحقوق للمواطن وتقضي على الفساد وتعزز الحريات إذ أننا سنقف على جبهة واحدة اليوم الاقتراع لتحقيق ذلك كما ندعو من هذا المنبر الجميع إلى التصويت على مشروع بناء الجزائر الجديدة لضمان مستقبل أبنائنا وعائلاتنا نحن الفلاحين. أملنا في غد مشرق ومستقبل زاهر لشبابنا وفي ذات أكبادنا. إلى ذلك اليوم أتمنى أن يكون الفاتح نوفمبر 2020 فتحا مبينا على بلادنا ووطننا الحبيب. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وشكرا.